صالون عبد المخرج يعني بيقدم احدث القصات يعني باحترافيه وتسريحات شيشوار كيراتين بروتين تنظيف بشره بيتيكو مانيكور يعني كل ما يهتم بالشعر احنا اصلا بنركز على الشعر والستايلات. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غيص وسيف ناس يشدبها الظهر والطيب يجزونه بطيب. متميز يعني بشغلنا النظيف والاحترافي. ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. والنفط يوم يوم انه ظهر منهم على الوقف على الوقف نصيب. في العصب اصباح له مقر ويضخ من حاب جانبي. تقدم على الموت الحمر وترهي على الوضع الصعيب. دولة الإمارات أي واحد بيعطيها بتعطي بالمطر والأي محتاج نتيب. وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب. وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. نشكر حكام دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وتوفيرهم البيئة المناسبة للاستثمار وتنعتبر إن شاء الله بلدي الثاني. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافه شخصيات استطاعت النجاح داخل دوله الامارات، رحبوا معي اليوم من داخل اماره الفجيره بالاستاذ عبدو صاحب عبدو الفاشن، اهلا وسهلا بك. مرحبا بحبيبي. في البدايه دعنا نعرف الساده المشاهدين بمن هو الاستاذ عبدو. اسمي عبد الموت حطار، سني 37 سنه، وصاحب صالون عبدو الفاشن. جميل، إذا أستاذ عبدو حدثنا قليلا منذ دخولك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما الفرق الذي وجدته داخل دولة الإمارات وبلدك الأم؟ والله حبيت في الإمارات يعني ارتحت في بلد الإمارات حسبتها بلدي الثاني وعطيتني وعطيتها في الإمارات يعني في الشغل. إذا أستاذ عبدو ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتك عند إنشاء هذا المشروع؟ والله أي مشروع لازم تواجه صعوبات، يعني واجهت صعوبات عشان يعني كيف تكسب الزباين وتثبت نفسك للزباين، والحمد لله يعني تخطيت كل الصعوبات، يعني ما في صعوبات يعني قوية بس يعني صعوبات فنية بس. إذا ما هي الخدمات التي يقدمها صالون عبدو الفاشن؟ والله خدمات حبيبي تنقدم جميع الخدمات، أهم شيء احنا مركزين على الشعر، يعني أي شيء بيتعلق بالشعر والبشرة. يعني وجميع الخدمات بيديكو مانيكور كيراتين بروتين ستايلات الشعر احدث القصات يعني جميع ما يهتم بالشعر. جميل، اذا ما الذي يميز صالون عبدو الفاشن عن باقي الصالونات المتواجده في هذا المكان؟ والله صالون عبدو الفاشن يعني بيقدم احدث القصات يعني باحترافيه وتسريحات شيشوار
كيراتين، بروتين، تنظيف بشرة، بيتيكو مانيكور، يعني كل ما يهتم بالشعر. احنا اصلا بنركز على الشعر والستايلات، يعني احدث ستايلات واحدث القصات بنسويها في عبدو الفاشن، وبتميز يعني بشغلنا النظيف والاحترافي. جميل. اذا ما هي الخطط المستقبلية التي يضعها الاستاذ عبدو في تطوير صالون عبدو الفاشن؟ والله شكرا لك حبيبي، ان شاء الله لو قدرنا الله ابي يعني عبدو الفاشن يكبر في جميع الامارات، يكون عبدو الفاشن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى لكم دائما دوام التوفيق والتقدم. ان شاء الله. اذا ما هي الرسالة التي يقدمها الاستاذ عبدو الى الشباب المقبلين عن العمل داخل دولة الامارات العربية المتحدة؟ والله بنصح اي واحد جل دولة الامارات العربية المتحدة يعني يعطي لي داكشي اللي عنده من الداخل ويصبر، ان شاء الله بيكون يعني بيوصل، يعني دولة الامارات اي واحد بيعطيها بتعطيها. جميل. اذا لو اردنا ان نتحدث عن النجاح، كما نعلم ان النجاح بالشيء السهل ولكن الاستمرارية فيه هنا تكمن الصعوبة، فما هو النجاح برايك؟ والله النجاح هو شوية الصبر ويكون واحد واثق في نفسه ويمشي قدما، يعني ما يجي الصعوبات ويوقف، لازم يكمل واخا تجي الصعوبات يكمل. اذا من هم الاشخاص الذين وقفوا الى جانب الاستاذ عبدو وساعدوه عند انشاء عبدو الفاشن؟ والله في المركز الاول، اول ما فتحت عبدو الفاشن كانت الوالدة يعني جبتها زيارة في المغرب، وقفت معي بدعاء وبالرضا علي ان شاء الله، والحمد لله مشيت بعيد في عبدو الفاشن. يعني امشي الله يرحمها هي الوالدة اللي كانت داعمه. اذا ما هي الرساله التي تخرج من القلب فتصل الى القلب مباشره الى شيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده؟ نشكر حكام دوله الامارات على نعمه الامن والامان وتوفيرهم البيئه المناسبه للاستثمار، وتنعتبرها ان شاء الله بلدي الثاني. اشكرك على هذه الرساله الجميله التي فعلا خرجت من القلب، شكرا لك. حبيبي شكرا. أشكرك على استقبالك لي ولكادر العمل، وأشكرك أيضا كونك ضيف عزيز معنا في برنامج لآل الاتحاد، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل صالون عبدو الفاشن وتصوير أبرز الديزاينات المتواجدة فيه. شكرا. أعزائي المشاهدين، لقد كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.